معايا تعالوا منها كده زي ما بدأنا، هنرجع بس على مصر بس كده خالص. طيب أول حاجة احنا اتكلمنا على إيه؟ اتكلمنا على أهمية الدولة وضرورة وجودها فين؟ في الحكم الإسلامي، دي أول جزئية جميلة. طب لما قلنا نحب نتكلم عن الجزئية دي، نحب العنصر، نكون ناس منظمين، ناخدها كم عنصر؟ ناخد الله ينور عليكم الدولة قبل الإسلام، اثنين الدولة منظمة الإسلام، ثلاثة الدولة في الإسلام، أربعة الدولة في التصور الماضي أو في الفكر الغربي، كل شفنا جميع الجزئيات دي. طيب أنت بعد كده اتكلمت على إيه تاني؟ أنت اتكلمت بقى قلت إن الدولة في التصور الغربي، في العنصر الرابع إن جماعة الغرب بيقولوا الدولة بتتكون من كم عنصر؟ عناصر تكوين الدولة عندهم ثلاثة، الشعب والتقليد والسلطة أو السيادة، والسيادة هي بتكون داخلية بتكون جميل. خدنا الحاجات دي من الغرب، خدناها شلناها على قدنا الاثنين، ورحنا للفقه الإسلامي، قلنا يا فقه يا إسلامي يا ترى أنتوا عندكم تصور بنفس التصور ده؟ قالوا تعالى من دور التراث بتاعنا. لقينا أول حاجة الشعب، لقينا إن الشعب كان موجود في المدينة المنورة، صح ولا لا؟ الإقليم خدنا الرأي الثاني وقلنا إن الدولة أقيمت بالفعل، أقيم لها في مكة المكرمة، وأقيمت بالفعل على أرض المدينة المنورة. الإقليم قصدي السيادة أو السلطة، لأن في سلطة داخلية، النبي عليه الصلاة والسلام كان في مشرق في هيمنة وسيطرت على الدولة. خدنا برا رحنا للسيادة الخارجية، كان عندكم الفلاح، كان عندنا ملايين، وابعتنا رسائل لجنوب الأمراء ازاي؟ كنا بقى كنا نبعت كده وكنا كلمة وكنا صوت، يبقى إذا احنا ناس ايه؟ مركز قوة. جميل خالص كده. اتكلمنا على ايه تاني بعد كده؟ قلنا تعالوا نروحوا نشوف السلطة في القوانين الوضعية والسلطة في الإسلام. السلطة في القوانين الوضعية مطلقة. السلطة في الإسلام مقيدة بالقرآن والسنة، السلطة مش عارف هنا إيه والسلطة هنا إيه، السلطة هنا إيه والسلطة هنا إيه. بعد كده عرفنا بقى إيه، قلنا إن في دولة إسلامية، مش كده قلناها دي؟ ما قلناش حتة دي دي عشان أنا لما قلت لكم محضرة المحاضرة في ناس جابت لي عنوان كده أنا افتكرت. هو الحتة الجزئية اللي أنا قلت لكم دي فيها كده مضمونها إيه؟ مضمونها هو بيعرف الدولة الإيه؟ بالدولة الإسلامية. يعني كل الدولة الإسلامية اللي دي عبارة عن شعب، الشعب ده الغالبية العظمى، شوف الغالبية العظمى بتاعته من إيه؟ من المسلمين، بيتحكموا بإيه؟ بيصلوا بإيه؟ بيقطعوا الزكاة بإيه؟ بيأدوا العبادات والمعاملات إيه؟ بتسري عليهم أحكام الشريعة الإسلامية في جميع جوانب الحياة. دي كانت النقطة الأخيرة اللي يمكن حدث فيها لبس عند إيه؟ بعض منهم. أنت هتبدأ النهاردة منين؟ هتبدأ النهارده زي ما قلنا موقف الفقه الإسلامي من الحدود السياسية، موقف الفقه الإسلامي اللي هنتكلم عنها النهارده إن شاء الله، موقف الفقه الإسلامي من الحدود السياسية. احنا قلنا طبعا نخلي بالنا من المحاضرة والإيه ونحاول إيه نقرا فيها إيه شوية، حد فاهم حاجة؟ يعني اللي فاهم حاجة يقدر يقول لي كده؟ مين اللي مين يعني برضه يعني نفسه شوية وبص على المحاضرة دي؟ عاوزين يعني عاوزين نغيره كده، عاوزين الاستاذ يخش على طول يضحك ويبني ويبقى خرسانه ويمحر ويركب الرقاب ويعمل مناقشه ويجيب العرش ونسمع. يعني عاوزين برضه الناس حتى تمد ايدها كده وايه؟ كل واحد يشيل فلوس حتى مع الاستاذ، يركب حتى الصداره. احنا هي الدوله الاسلاميه ما اعرفش شفت الدوله بالمفهوم اللي هي كلمه دوله لكن سموها دار، واستفاد من القران بكلمه دار. الاستاذ ده بيقول ان الفقه الاسلامي عرف كلمه الدولة بس كان بيعبر عنها كلمة دولة، هذه رائعة، حاجة جميلة برضه. جميل. قسم الدار لدار حرب ودار إسلام. قسم الدارين عند دار الإسلام ودار الإيه؟ جميل. في حاجة اسمها دار حرب كمان. وفي بعضهم كمان قال في حاجة اسمها دار قسم. زود كمان قال في دار إسلام وقال في دار حرب، قال في واحدة من اثنين. بعضهم زود كمان واحدة قال اسمها دار العهد. بعضهم زودوا واحدة كمان أربعة سماها دار القسم. جميل. وكل دار من دول في خلاف حوالين تعريف، يعني الفقهاء منهم ما اتفقتش على الايه؟ على تعريف واحد لكذا.
رجائي المحاضره الجايه نشوف الكتاب بالترتيب او ان احنا نقرا كده ونعمل عشان ايه نقدر نوصل للبرسوبر مش ناس صغيرين. طب اشتغل انا خدمات معايا انت العنوان بتاعك بيقول ايه؟ بيقول موقف الفقه الاسلامي من الحدود الايه؟ السياسيه. تعال نقف الاول عند العنوان. النهارده الدول موجوده. جميل؟ الدول دي بين كل دوله وبين كل دوله حدود وفواصل. هل الحدود والفواصل دي كانت موجوده فقط؟ ولا كان العالم الاسلامي كله عباره عن دوله واحده؟ جميل. يبقى النهارده في حدود سياسيه. في حدود سياسيه. هل الفقه الاسلامي موقفه من الحدود دي ايه؟ يعني الفقه الاسلامي بيقول الدوله دي مصر مالهاش علاقه بالسودان. السودان مالهاش علاقه الاثنين او الثلاثه مالهمش علاقه بالمملكه العربيه السعوديه، يعني كل دوله مستقله بنفسها. ولا الفقه الاسلامي بيشيل الفواصل والحدود وبيقول ان العالم الاسلامي او ان الامه الاسلاميه هي عباره عن دوله. العالم الاسلامي كله ايه؟ عباره عن دوله، الدوله دي تطبق فيها او تطبق عليها احكام الشريعه الايه؟ احكام الشريعه الاسلاميه. النهارده رايح في السعوديه بيصلي الظهر 4، ومصري بيصلي 4، مسلم ثاني في امريكا بيصلي الظهر 4، في رمضان كلنا بنصوم مع بعضنا، الا لما نختلف بقى ايه؟ يوم ولا اثنين كده ايه؟ ما دي ما تمثلناش ايه؟ مشكله. يبقى الفقه الاسلامي النهارده اول حاجه كانت واقعه في العنوان بيقول عاوز تقول لي يعني ان الفقه الاسلامي لا يعترف بالحدود السياسيه، وعاوز يقول ان العالم الاسلامي كله عباره عن ايه؟ عن وطن واحد او عن دوله ايه؟ او عن دوله واحده. طيب الفقه الاسلامي لما تيجي تتكلم عن الحدود السياسيه او في الاول خالص، تعالى بقى نجيب الخط من اوله خالص. كان العالم اللي استفهمتني كده لو المترو الدكتوراه في العنوان؟ طيب يعني انت دلوقتي عاوز توصل لنتيجه وتقول ان العالم الاسلامي الاول كله كان عباره عن دوله واحده. مش كده؟ الدوله دي الفقهاء ابو حنيفه ومالك والشافعي وغيرهم لما كانوا بيتكلموا كانوا بيقولوا الدوله الاسلاميه. كتب الفقه بقى لما نرجع لكتب التراث كانوا بيقولوا الدوله الاسلاميه. امال كانوا بيقولوا ايه؟ قال من أدار الإسلام، الله ينور عليك، قال التالت بيقولوا إيه؟ دار الإسلام، اتفضل. ويا أستاذ دي دار إسلام، يعني دولة إسلامية، وفي مكان تاني ما فيهوش إسلام خالص. ما زالوا مصرين على الكفرة، تمام؟ كانوا بيسموهم إيه؟ دار الحرب. ممكن يقولوا دار الكفر ومال كفر كفر ما تزعلناش. يقولوا الحرب ماشي كفر ليه؟ عشان هم كافرين بالله سبحانه وتعالى وبينكروا الدعوه الاسلاميه، ادي دار الكفر. يقولوا دار حرب لان الحرب قائمه بيننا وايه؟ نتوقع الغدر والخيانه منهم فين؟ في اي وقت، فعشان كده لازم نشد نفسنا ونبقى متحفزين ومتاهلين ان ممكن يفاجئونا بالحرب في اي وقت، فعشان كده بنسميها دار الايه؟ دار الحرب. جميل كده؟ أول حاجة بناخدها النهاردة إن الفقه الإسلامي بيقسم إيه؟ بيقسم العالم إلى دارين، مش بيقسم الدولة، بيقسم العالم إيه؟ كله، على اعتبار إن كل مكان المسلمين فيه بنسموه دار إيه؟ إسلامي، وكل مكان غير المسلمين فيه بنسموه دار إيه؟ دار الحرب، دار الإيه؟ الحرب. أنت بنسى اسمك. الاستاذ عادل او اخويا عادل قال لي في دار كمان اسمها العهد ودار اسمها الايه؟ خلينا دلوقتي في الاثنين اللي ايه؟ اللي الفقه اتكلم عنهم، يعني كل الفقهاء اتكلموا عنهم، قالوا دار الاسلام ودار الايه؟ الحرب. طب يا فقهاء هنفترض ان انا خدتكم دلوقتي كلنا كده وركبنا الطياره وجينا رايحين عند ابو حنيفه في بغداد في العراق، طبقنا على المقبره بتاعته، يا عم ابو حنيفه قال نعم، عاوزين حاجه قلنا له جاي نسالك سؤال، انت بتقول في الكتب بتاعتك دار الاسلام ودار الايه؟ الحرب. انت يا ابو حنيفه قصدك ايه بكلمه دار؟ انت كنت جايين ليه؟ ما الشافعي في مصر عندكم. ركبوا الطياره وروحوا ثاني جنيه للشافعي، عيب لما تعدوا على الشافعي وتسيبوه وتزعلوه وتقولوا ايه؟ امن، ده الشافعي احسن مني. يبقى رايحين للشافعي هنا في مصر ثاني، وقلنا له يا شافعي ايه معنى كلمه دار الاسلام وايه معنى كلمه دار الايه؟ الحرب.
الحرب. قال استنى بقى، سيبك من الاول الاسلام وسيبك من الحرب وخليك فين؟ في الضغط. كلمه الضغط، هل تعرفوا ان كلمه الضغط في اللغه العربيه او عندنا في الفقه بتاعنا لها ثلاث ايه؟ ثلاث معاني. يبقى كلمه الضغط لها كم معنى؟ تعرف عشان لما تبقى تجاوب ولا تتكلم تتكلم بانصار. يبقى انت الاول قلت ضغط في الفقه الاسلامي من حدود الايه؟ السياسيه. ليه؟ اصل في الامتحان اللي فات كانت جايه جزئيه كده اللي هنشرحها المحاضره الجايه، فالمفروض نتكلم في الموضوع. فقعد جابوا خط النيل من اول، راح عند دار الاسلام ودار الايه؟ وبعد الامتحان بقى احنا كده صح ولا غلط؟ احنا زودنا احنا يا عم ما تفهم السؤال صح؟ اذا كنت بتتكلم في ايه؟ موقف الفقه الاسلامي من ايه؟ من الحدود السياسيه. عشان تتكلم صح بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان الفقه الاسلامي ليه في دارين، دار الاسلام ودار الايه؟ الحرب. ادي كده اول حاجه. ثاني حاجه نبدا نعمل ايه؟ نعرف معنى كلمه الايه؟ معنى كلمه الضار. كلمه الضار لها كم معنى عندهم؟ قال لها كم معنى؟ ثلاث ايه؟ ثلاث معاني. المعنى الاولاني قالوا كلمه الضار معناها قبيله. كلمه الضار معناها ايه؟ يعني لو في قبيله قاعده كده في مكان ما يسموها، ممكن يسموها قبيله، ممكن يسموها ايه؟ دار. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ الا اخبركم بخير دور الانصار. الا اخبركم او الا انبئكم بخير دور الايه؟ يبقى الا انبئكم بخير دور الانصار، يبقى معناها الا انبئكم بخير القبائل، عشان هم كلهم كانوا ايه؟ قبائل. فخير القبائل قبائل الانصار. ادي المعنى. ادي الايه؟ ادي المعنى. يبقى المعنى الاولاني كلمه الضار اسمها ايه؟ اسمها القبيله. فين الدليل على كده؟ قوله عليه الصلاه والسلام الا انبئكم بخير الدور دور الانصار، يعني المعنى ايه؟ الا انبئكم بخير القبائل الموجوده في الجزيره العربيه، فهي قبائل الايه؟ فهي قبائل الانصار. ولما يجي النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ فلم تبق دار الا بني فيها مسجد. حديثنا اهو من ضمن الدلائل. فلم تبق ايه؟ دار الا بني فيها ايه؟ يعني معنى كده الضرب بتاعتنا في البلد، احنا بنين جامع عندنا وانتوا بنين جامع عندكم، زي الفلاحين وعاملين في العزب دلوقتي كده، كل واحد اللي بيشغل عياله وشغله شغلانه يعلم الصندوق على الباب يقول يا خال بره اتبرع من الارض مبادي عشان ننتوا جامع، واحنا ندفعه هو يعين فين؟ يعين عياله ويقولوا جامع عيله فلان. يبقى معنى كده كل واحد يعمله جامع فين؟ ما احنا لو خدنا الحديث على معناه كده، فلم تبقى دار، فلم تبقى دار. طب احنا سمينا الدار عندنا في البلد دار ليه؟ سموها الدار ليه؟ دار العين. سميت الدار دار لانها يدار عليها الجدار. يعني المباني اهي وعاملين حوش كده حوالين الدار وسايبين منافس وسايبين كذا، الدور بتاع زمان، وهم عاملين سور حوالين الدار من بره وقدام الدار جرن كده. طب احنا لو مشينا على الحديث ده وقلنا فلم تبقى دار الا بني فيها ايه؟ مسجد. يعني معنى كده كل دار في البلد، في الفلاحين عندنا وعندكم، كل دار مبني فيها ايه؟ جامع. مش هينفع الكلام ده. يبقى معنى الحديث ايه؟ فلم تبقى دار الا بني فيها مسجد، اي لم تبقى قبيله الا بني فيها ايه؟ مسجد. ليه يا استاذ عادل؟ عشان بتاع القبيله ده قبيلته بعيده ما يروحش ايه؟ يتعب في الصلاه جاي ايه؟ عندنا كده. ولذلك يا عم الشيخ عادل لما يجي بقى يا استاذ محمد، لما يجي استاذ عبد ولا ايه؟ لما يجي العيد، العيد يجي في يوم جمعه، العيد يجي مع الجمعه في يوم واحد، الشيخ يقول على المنبر يا جماعه احنا سنكتفي ان شاء الله بصلاه العيد وما في الجمعه. ايه مش مصلين الجمعه فرحانين؟ قال لا، ما ندور على العيد الاول. وفعلا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم يا جماعه لما العيد يجي مع الجمعه احنا هنكتفي بالعيد وايه؟ اننا مجمعون، يعني هنتجمعوا للصلاه. فمن اراد منكم ان ياتي فلياتي، ومن مش عاوز يجي ما يجيش. ما يجيش ليه؟ عشان الجامع كان اهو، الجامع كان عنده محطه تحت الارض، والجماعه القبيله كانت فين؟ كانت كده في المنشيه، وجماعه ما اعرفش كانوا هنا. على ما يصلي العيد ويروح يفطر مع العيال ويذبح الذبيحه وياكل له لقمه، لسه يا دوبك هيقعد شغال يلاقي الجمعه وجبت. على ما يجي مشوار تاني ويجي ويروح يلاقي العصر التاني يبقى اليوم خلص. فالنبي قال لهم عشان المشقه اللي هتلحقه المشقه ما يجيش. كده خلاص ايه العيد ايه؟ كده وصلت الجمعه بره عنا. انما اللي قريب مننا يعبر ان في الطلاب وجن. طب احنا النهارده قاعدين في العماره والجامع تحت العماره.
حصل ولا ما حصلش؟ والنهارده الجوامع حوالينا ايام، يبقى يا عم عبد الروح على كفه في العيد وبلاش الجمعه، صلي العيد وتعالى صلي الجمعه. دافع وخايف على اللحمه اللي انت مش هتاكل، لما تاكل لها حته ولا نص كيلو ما يزعلكش، خد بعضك وتعالى تاني. يبقى الحديث لما يقول فلم تبقى دار الا افهم ادله ممنعه، فلم تبقى دار الا بني فيها ايه؟ مسجد. يبقى المقصود بالدار هنا ايه؟ البيت؟ لا، يبقى المقصود بالدار ايه؟ القبيله. يبقى المعنى الاولاني لكلمه الدار اسمها ايه؟ القبيله. المعنى الثاني لكلمه الدار قالوا المنزل. قالوا الايه؟ قالوا المنزل. هو المنزل لما سمي المنزل منزلا؟ احنا قلنا الدار سمي الدار لانها يطلع عليها الايه؟ الجدار. انما المنزل رقم 13. خدت بالك؟ المنزل رقم 12 ورقمين المنازل كده. سمي المنزل منزلا لان الانسان ينزل فيه. الانسان بينزل ايه؟ يعني يقعد كده، عندي شقه في كذا، عندي بيت في كذا، ينزل فيه يعني يروح يقعد ايه؟ يقعد فيه. المعنى الاولاني لكلمه الدار اسمه الايه؟ القبيله. والمعنى الثاني اسمها ايه؟ المنزل. طب حلو ايه؟ حلو. المعنى الثالث لكلمه الدار قال اسمها الاقليم. الاقليم الذي يحكمه ملك او حاكم من حكام المسلمين. الاقليم الذي يحكمه حاكم، ملاش ملك بقى، ما عندناش ملوك، ها؟ ليس عندنا ملك الا الله. يبقى الاقليم معناه ايه؟ هنا الدار معناها ايه؟ الاقليم الذي يحكمه حاكم من حكام الايه؟ المسلمين. يبقى انت هنا عندك كم معنى؟ تعيد ورايا. انا بتكلم في معنى كلمه الايه؟ الدار. يبقى المعنى الاولاني اسمه القبيل، والمعنى الثاني اسمه المنزل، والمعنى الثالث اسمه احنا النهارده في كليه الحقوق وعاملين في المدرج قاع 4 ولا قاع 9 زي ما بيسموه، مش كده؟ وبنتكلم على دار الاسلام ودار الحرب. ودايما اللغه العربيه بتكون معانيها واسعه، بتكون معانيها كبيره. طب لما نيجي مثلا يعني لما نيجي درستوا انتم في سنه اولى الفقه، معنى كلمه الفقه في اللغه. الفقه في اللغه معناها ايه؟ الفهم مطلقا. ده مطلقا. يبقى كل واحد يكون حاجه مطلقه يبقى اسمه ايه؟ فقيه. عم عادل. يعني معنى كده بقى الحمار اللي عندنا في البلد لما نشتريه جديد ونروحه بدل الغير اول مره ونعرفه السكه، وثاني يوم نروحه الغير ونتكلمه في المحمول والحمار ماشي ونوقف عند الغير كده ومش عاوز يمشي، عارف السكه. يبقى الحمار بقى اسمه ايه؟ مصيبه كبيره. والحمار ينضرب عليه وزيت عارف المسلم والناس يقولوا فينا الحمار ده انت كده بتصل الجماعه دي كتير معاه. طب الحمار عارف السكه ده ذكي، طب الحمار مشهور بالذكاء، ليه الكلام ده غلط؟ طب لما تقول لي مرتي وانا قاعد معاه في البيت يعني عاوز نشرب تجيب لي كوبايه ميه تقول لي وسع وسع عاوز الساوي انت فقيه وانا فقيه ليه يا بنتي؟ ذلك الفقه في اللغه معناه الفهم ايه؟ مطلقا. وانت شاورت كده امبارح قفلت الباب، عملت كده النهارده كذا، عملت لي كده قلت هيديني الضربه القاضيه زي محمد علي اديتها لك انا الاول وخلصت عليك انا الاول، مش هينفع الكلام ده. طب يجي مثلا يقول لي الفقه فهم غرض المتكلم الدلاله، نقعد نلعب في الرموز، اهدد، سيبك من الكلام ده بيتكلم في السياسه، اهدد ده بيتكلم في مش عارف مشاكل المرء، اهدد ده بيتكلم في قناه مش عارف ايه، احنا عاوزين حاجه تفرحنا شويه، قالوا بعد قليل هنشوف الفن الشعبي والفن الشغال بس، خليك يبقى ده اسمه ايه؟ فقيه. مصيبه دي، يبقى كل واحد ماسك الرموز وقاعد ده اسمه ايه؟ فقيه. انما لما يقول فهم الاشياء الدقيقه، الدقيقه يعني اللي محدش يفهمها الا ايه؟ زي وامسحوا برؤوسكم. جماعه قالوا برؤوسكم ده هيك البقل الالصاق. يعني امسحوا اياديكم ملتصقة برؤوسكم. ابو حنيفه قال اديها الربع. بايدك ميه وامسح كده. يا مالك ده انت المهنه زائد. يبقى المعنى وامسحوا رؤوسكم. يبقى في الصفر انت بتتوضب تحط راسك تحت الحنفيه كلها ما يهمكش. والزمالك ما قال لا. الشافعي قال ده البقل بيان الحقيقه. يعني امسح على الاقل ثلاث شعرات. يبقى لسه تدين الحين ولا ايه؟ وفي الشغل جت تتوضا على فك التدين، واحد يقول لها والشعر الغجري المنكوش يسبب في كل تقول عيب عليه، بالعكس تقول لها انا بغني لعبد الحليم انا مالي مالك دلوقتي. يبقى لما تدي صباعها ميه وتعمل كده يبقى ايه؟ مسحت الايه؟ الراس. يبقى ده عايز ايه؟ انت عاوز الفقيه اللي هو ايه؟ المعنى المناسب المعنى الثالث. انا النهارده معايا ارجع بقى الموضوع ثاني، انا بضرب مثال تقريبا. انا النهارده معايا ثلاث معاني. المعنى الاولاني كلمه الضرب بيقول القبيله، المعنى الثاني كلمه الضرب بيقول ايه؟ المنزل.
المعنى الثالث بيقول ايه؟ المكان المختص والذي يحكمه المحدد يحكمه حاكم من حكام المسلمين. يبقى اخد المعنى رقم كام؟ اخد المعنى رقم كام؟ عشان انا بتكلم في دار الاسلام يعني في دوله الاسلام يعني تحكمها حاكم ايه؟ حاكم مسلم. او بتكلم في دار الحرب يعني تحكمها حاكم ايه؟ غير مسلم. طيب استاذ عادل لما الفقهاء يا استاذ عادل لما الفقهاء يقولوا ايه؟ يقولوا احنا بنقول على الدوله بنسميها الدار. التعبير ده مقبول؟ يعني ممكن يبقى كلامهم النهارده ولا احنا نزعل منهم نقول لهم يا فقهاء الشافعي عندنا رحنا قعدنا معاه شويه قلت له زعلانين منك يا شافعي انت ما قلتش كلمه الدوله كنت ريحتنا ليه؟ انت لسه ابتدى كده الجماعه بتوع الغرب يمرمطوا فينا ويهزقوا فينا ويقولوا احنا اللي عرفنا الدوله في القرن ال 16 وال 17 وانت يا شافعي ما عرفتهاش ليه؟ ليه ما قلتناش الدار؟ الشافعي قال يا ابني هو انا نقول الدار نقول القبيله نقول الدوله مش المعنى واحد يا ابني؟ قلت له انا مش فاهم المعنى واحد لا انا مش فاهم انا مش فاهم لا ازاي المعنى واحد يعني؟ قال لي انت مين؟ قلت له ده منظور. قال ده منظور عندكم لما واحد يزهد يقول قلت له قول يا نهار اسود. قال بس يعني زهدان؟ قلت له ما قال طب لو رحت مذهب انا؟ قلت له بيقول يا نهار ازهد. قال طب وايه الفرق بين الاسود والازهد؟ قلت له كله مهبل كفايه اهو ده اسود وكذا زهدان. يقول لي طب لما تروح اسكندريه؟ قلت له قول احيي. يعني المشكله دي اللي ده درست انا وانا معيد من 20 سنه ومعاد الخدمه هنا فمره ما التكبير عمل الغلط اتكلم معاه قال لي احيي عملت مشكله بقى وعندي العميد فالعميد قال لي انت منين؟ قلت له من دمنهور. قال له ايه يا ابني احيي؟ قلت له يا باشا ده من كنت انت؟ قال لي يا ابني ده اسلوب اعتراف زي ما رشد عندي. قلت له لا ما ينفعش. قال لا ما ينفعش بقى عمو انا عامل طيب وراجل ريفي وراجل كبير. قال المعنى هي عايزه تقدم معنى الايه؟ المرافق. احنا بنقول للشافعي دلوقتي انت ما قلتش دوله ليه؟ انت بتقول دار ليه؟ قال لي بص المصطلح مقبول ما دام انه يؤدي المعنى المراد. ما دام بيؤدي ايه؟ ما دام بيؤدي المعنى يبقى هو ايه؟ تقول دار تقول دوله تقول دي مصطلح ثاني ما عندناش مشكله. يبقى اذا طلعنا في نتيجه ثانيه اهو أن التعبير بمصطلح الدار دار الإسلام أو دار الحرب كأننا بلغة العصر نقول دولة الإسلام ودولة الإيه؟ الكفر. لأن التعبير بهذا المصطلح هو الدار يؤدي المعنى الإيه؟ يؤدي المعنى المراد أو يؤدي المعنى الإيه؟ أو يصل المعنى المطلوب. كويس فهمنا معنى الجزئية دي؟ طيب أنا برضو الأستاذ عبده أنا مش مطمن برضه، قال أنت عارف إن أنا راجل بيحب الجماعة السلفيين شوية، أنت عارف إن إحنا يعني كل حاجة عندنا نقول القرآن والسنة، والشيخ عادل برضه انضم لي في السكة قلت له مالك إحنا ما يهمناش حاجة إحنا إيه المشكلة عندنا يعني؟ أنتوا عاوزين إيه؟ قالوا إحنا عاوزة إيه؟ الوردة دي؟ لا شو؟ وفيها الجمرة الحديثة ولا حاجة؟ خليها معاك لما تخلص، ما أنت هاي بعد ما تخلص. خدت بالك؟ جه قال لي بص كلمة الدار دار الإسلام يعني دولة الإيه؟ الإسلام. قلت له قال ما تجيب لنا أدلة على إن اللفظ ده ورد في القرآن الإيه؟ ورد في القرآن الكريم. قلت له يا عم أقول لكم في آية سورة البقرة بيقول قال وما لنا ألا إيه؟ قول يا عم الشيخ عبد وما لنا ألا إيه؟ وقد إيه؟ أخرجنا منين؟ من ديارنا من ديارنا. يبقى يا عم عدد ديارنا معناها ايه؟ أوطاننا أو أخرجنا من دولتنا. يبقى القرآن الكريم ذات نفسه اللي هو المصدر الأولاني في التشريع بيبين إن كلمة الدار هنا وهو كان ديارنا أهو يبقى كلمة ديارنا اللي جامع مفردها ايه؟ دار. يبقى الدار دي معناها ايه؟ معناها إن يريد بها ايه؟ دولة الايه؟ دولة الإسلام. قالوا طب بتجيب آية كمان قلت لهم في سورة الحشر بيقول إيه؟ والذين تبوأوا يعني سكنوا، سكنوا فين؟ والذين تبوأوا الدار، والذين تبوأوا الإيه؟ سكنوا الدار، إيه هي الدار؟ اللي هي المدينة المنورة اللي كان اسمها يثرب. يبقى القرآن الكريم يا عم عادل هنا، القرآن الكريم يا باسم، ربنا بالك يا باسم ولا إيه؟ القرآن إسلام ولا باسم؟ إيهاب معلش إيهاب، شوف يا عم إيهاب القرآن الكريم ذات نفسه يا شيخ إيهاب بيقول إيه؟ بيقول إن كلمة الدار مراد بها إيه؟
الدولة. قالوا ده دليل من القرآن وإحنا مقتنعين. عندك دليل من السنة؟ عشان إحنا برضو بنحب الإيه؟ نطبقه على القرآن بالإيه؟ بالسنة. قلت لهم والله يا جماعة الإمام مسلم بيخرج حديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث ده هيجيلنا في الجزء الثاني من الكتاب، والحديث ده هيدرسوه 170,000 مرة. اعتمدنا كل ما نشرحه نعتمده على إيه؟ على الحديث ده. الحديث ده الإنجاز بيقول إيه؟ بيقول عائشة بيقول كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله. شوف الكلام اللي رايح الأعصاب. النبي بعث القائد كده يقول له أنت القائد، يقول له رقم واحد عليك أن تتقي الله فين؟ في نفسك كده. فشغلت وسيدنا عمر لما بعث سيدنا سعد يقول له لا يا غرة، وسيدنا سعد راكب كده وعمر ماشي على الأرض. فسيدنا سعد قال له يا عمر ازاي ان انا راكب على الحصان وانت ماشي على رجليه؟ فسيدنا عمر قال له سيبك من الشكليات، ده انت راكب ولا انا ماشي؟ قال له انا ماشي حافظ اهو، مش حتى لابس النعل بتاعي. قال له يا سعد، قال له نعم. قال له لا يغر انت قائد لازم عندك تقوى. قال له لا يغرنك من الله ان قيل انك خال رسول الله. مش النبي كان يقعد مع الصحابه يقول فين خال؟ كل واحد عنده خال ورهولي، يقول يا خال ما عندناش غير خال اهو، اللي عنده خال بقى يجيبه، لان سيدنا سعد كان قريب للنبي من ناحيه امه، كان قريبا له من جهه امه، فكان النبي كل ما يناديه يقول له يا خال. فعمر بيقول له لا يغرنك من الله ان قيل ايه؟ انك خال رسول الله، فان الناس شريفهم ووضعوهم في ذات الله ايه؟ سواء. وبعدين يجي له يقول له ايه؟ يا سعد اياك والمعصيه، اوعى تحصي، اوعى الجنود يحصي، خلي عندك تقوى، وصيهم بالتقوى. قالوا ليه؟ قالوا لأننا إذا عصينا الله تساوينا مع العدو في المعصية. ما الفرق بيننا وبين العدو إيه؟ إن إحنا بنطيع ربنا والعدو بيعمل إيه؟ بيحصل ربنا. قالوا لأننا إذا عصينا الله تساوينا مع العدو في المعصية، فزاد العدو علينا في العتاد والعدة فغلبنا. ولذلك إحنا النهارده غلطش، الدنيا حالة بتغلطش فيه. ليه؟ عشان هم عندهم المعصية، واحنا خدنا المعصيه منهم وتفوقنا عليهم في المعاصي، فما بينا متساويين في المعصيه، هم يزيدوا علينا في الاسلحه وفي العدد ايه؟ يهزمونا. فسمينا عائشه بتقول النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا ارسل جيشا او سريه او امر احد يعني اوصاه في خاصه نفسه ايه؟ بتقوى الله. وبعدين يقول لهم اغزوا بسم الله، يعني ساعه اول ايه؟ ما تشتغل بسم الله. ليه؟ كل عمل لا يبدا بسم الله فهو ايه؟ ابطل، البركه مقطوعه منه، ها؟ تعمل الصلاه تقول بسم الله الرحمن الرحيم، كده ولا ايه؟ تطبخ تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تشطف الحاجه تقول بسم الله، لا استور الصيني انكسر منه تقول بسم الله، مش هينكسر ان شاء الله ربنا ايه؟ هيحفظنا، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول له اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تخدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا ولا ولا. وبعدين أمنا عائشة يقول لهم النبي يقول لهم ايه؟ إذا لقيت عدوك من المشركين لسه شاهد ما جاش. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو ثلاث خلال، خصال يعني خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم. أول حاجة اعمل ايه؟ رقم واحد المسلمين راحوا يحاربوا المشركين، دخلوا عليهم، المسلمين يقولوا رقم واحد خشوا الاسلام، ادعوهم الى الاسلام، فان قبلوا قالوا عم خشوا الاسلام، الشاهد اهو، فادعوهم من التحول من دارهم الى دار الاسلام، وهم شهدوا بالنطق والشهاده، يقول لهم خلاص بقى انتوا قاعدين في الحته ده اهي، مش هينفع انكم تكملوا وعم ايه؟ فيه، لان مش كلك هيسلموا، مش كلك هيسلموا، في جماعه هيخشوا وجماعه مش هيخشوا، فلو سبنا الجماعه اللي دخلوا الاسلام مع الجماعه اللي ما دخلوش الاسلام هنعملوا زي قفص طماطم، يسيبوا طماطمتين بايظين، طماطمتين البايظين يبوظوا قفص ايه؟ هيلعبوا في دماغهم تاني، ها؟ زي الراجل اللي جيت ال 99 ده في صحيح مسلم، وبعدين قال يا جماعه نكون بقى الله كفايه كده، فراح واحد قال له اسمع بقى انا خلصت على 99 واحد وعاوز ندوك، ايه رايك؟ قال له ندوك، وبعدين بعد 99 جاي تدور على الثقه قال له تعالى بقى، يلا خلاص يلا عشان تكملوا عدد الصح 100. راح لواحد ثاني قال له ايه رايك في الموضوع ده؟ انا مخلص على 99 واحد مش هاخد النهارده، ايه رايك؟ وعاوز ندوق. قال له يا ابني انت منين؟ قال له مدخل الدوار. قال له لا، قال له من؟ قال له من السنه. قال له من على السنه مسكين،
علي وعلى ابو حمص ابو حمص الصيمين تروح تبع البلاد خربحت لهكذا ايه يبقى تشوف بيتحول من ضار لايه لضار يبقى انت بتقول الحديث هتكتبه وهتحفظه في مزاجك احسن ما تحفظه غصب عنك عشان هيجي لك تاني بس الشاهد هنا كل حاجه فيها شاهد العلماء هنا خدوا منين خدوا من الحته دي فادعوهم الى التحول رب شغاله في الجبل كله ينام فادعوهم الى التحول من دارهم الى دار الايه الاسلام يبقى معنى كده يا عم عادل دارهم يبقى كانت دار ايه حرب او دار كفر خدهم خليهم يتحولوا دار الايه لدار الاسلام مش كده ولا ايه يبقى مقتنع كده يا عم عادل كده جبنا القران وجبنا الايه يبقى تاني حاجه عملناها ايه النهارده تاني حاجه عملناها ايه اول حاجه قلنا معنى كلمه الدار ادي اول شغل قلنا معنى كلمه الايه الدار تاني شغل عملنا ايه جبنا الدليل على ان لفظ الدار ذكر في القران والايه والسنه طيب احنا هنا لما نيجي استاذ عادل بقى كان بيقول لك ايه ما احنا لسه قاعدين مع الشافعي ما مشيناش اهو يا عم الشافعي قال له نعم قال له بعد اذنك ممكن يعني نروح على الكتاب اللي انت كاتبه اسمه الام ليه وانت كاتب لي في دار الاسلام ودار الحرب بعد اذنك هنعيد من بعضه من جديد وهنيجوا على كلمه دار نشطبوها ونكتبوا دوله الاسلام ودوله الكفر قال له ماله يا ابني ما فيهاش حاجه ما دام هتأدي المعنى انا ما عنديش مشكله اصل انا في الزمن بتاعي كنت بقول ايه في الزمن بتاعي كنت بقول دار مصطلح كانت الناس فاهمه مش كده ولا ايه وهنا في الزمن بتاعكم ايه انتوا برضه عندكم ايه مصطلحات تانية برضه ما فيش مشكله الشيخ عادل الفلاحين مش كده اغلبكم الفلاحين صح ولا اغلبكم اسكندرانيين او نضاره من الفلاحين زي حالات انا بحمص غلبان مسكين معانا في الدفعه كمان شويه اشرب الشاي كده وروح على بتاعه فوق دي ماده اسمها ماده ثانيه ماشي يا والد اخش في بلد الدفعه اهلا بيك يا باشا يا نور يا نور انا فاضي قدامنا ماشي قدام شكل ناس صالحين غلبان فلاح زي حالات كنا في الموسم نقول ايه اذبح لنا بطه واعملوا لنا شويه مبروك مش كده؟ مش صح؟ حلو حاجه مبروك يعني جينا لقينا سند ياكلوا عليه كسكسي ولا ياكلوا عليه مش عارف ايه ربنا مبسوط نقول ده كلام مبروك ايه يا جماعه الحفاظ الحيه اسم مبروك هي الحله هي الحله ها هي طويله هنا هي طويله ايه بس اللي بتعمل بقى كان زيهم زمان تعمل لك البتاع حبيت وكده كده تقول لك قول وتعالي تجري تحت دماغك هنا بقى بتاع صغار بتاع شويه بتاع الكل وليه والشغل الايه بتاع الجماعه بتوع الكوره بتاع المنيون مش حاجه غير دي زي دي فده اسمه مفهوم وده اسمه كسكسي اسمها دار اسمها دوله اللي انتوا عاوزين تعملوه حوايه اعملوه بس ما تطلعوش عن المعنى المراد ما دام اهم حاجه الايه المعنى المقصود اللي الدنيا في حاجه هتفهمه اشتغلوا زي ما تشتغلوا وغيروا بدلوا في الاشخاص ايه بيه راح يكون لا مفروض سكه ثانيه بقى عشان ما تتخرج يعني لو كانت الثانيه ما اعرفش اسمها ايه مسقوطه ايه مسقوطه ومسقوطه ومحطوطه نعم ايه الله ايه الحلاوه انا قاعد مع مين ايه الجمال دي كلام والله العظيم كلام ايه انت شغاله فين ها قاعده في البيت متجوزه يبقى جوزك ولا ايه؟ انما والله يا ولاد اللي عليك كنت شيت في نومك. ربنا يخليكم ربنا يخليكم يبقى هنا انت كده خدت كم نقطه هنا؟ كده خدت نقطتين. النقطه الاولانيه ان انت بتبتدي معنى كلمه الدار في اللغه والنقطه الثانيه ان انت بتبتدي الادله على ان لفظ الدار ذكر في القران والايه؟ والسنه. هتبدا بقى يا استاذ عبد ما دام قلت دار الحرب يبقى اسمها ايه؟ دوله الكفر، دار الاسلام يبقى دوله الايه؟ دوله الاسلام، تعالى بقى نعرفه دار الحرب ايه؟ ودار الاسلام ايه؟ يبقى النقطه الثالثه رقم ثلاثه هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعرف دار الايه؟ دار الاسلام، يبقى لما اجي اقول لك عرف دار الاسلام واحد تاني قال لك عرف دوله الاسلام تقول له دية بتساوي ايه؟ بتساوي دية. طيب بصوا يا اخواننا ببساطه كده افهم مني الكلمتين كده بالراحه
ومروح سنة براحة. الجماعة العلماء لما جم يعرفوا دار الإسلام أو دولة الإسلام، الفقهاء كلهم لم يجتمعوا على تعريف واحد. تمام؟ الجماعة المالكية والجماعة الشافعية والجماعة الحنابلة خدوا جنب، قعدوا هنا على الجنب اللي على اليمين ده، وأبو حنيفة قعد فين؟ على الشمال. ماشي؟ الجماعة الجمهور دول الثلاثة سميناهم الجمهور. ماشي؟ أبو حنيفة بقى قعد، مين تلامذة أبو حنيفة؟ الدراع اليمين أبو يوسف، ودراع الشمال محمد بن الحسن الشيباني. يا أبو يوسف هتيجي معايا؟ قال له لا. يا محمد بن الحسن الشيباني تعالى اقعد معايا، قال له يفتح امرك، هروح اقعد مع الجماعة دهم. الجماعة دول اسمهم الجمهور. خد بالك الكلام، أصل الكلام هيجي بعد شوية هتلاقي أبو يوسف ومحمد راحوا مع أبو حنيفة تاني. أنت عارف ده الحرب. قلبت عليك كده مسكت كويس. الجماعة الجمهور قالوا احنا لنا تعريف، احنا لوحدنا ايه بنعرف دار الاسلام او دولة الاسلام لا تعريف عندنا. وابو حنيفة لوحده يا عيني قال انا دولة الاسلام او دار الاسلام لها ايه لا تعريف عندي. طب انتوا يا جمهور، الجمهور يبقى تاني اهو بتعمل دلوقتي هتشتغل في ايه؟ انا بعرف ايه دار الايه؟ الاسلام، او بعرف دار الايه؟ الاسلام. لا تعريف واحد عند الكل؟ لا. الجمهور لهم؟ وابو حنيفه ليه؟ ليه؟ راي. الجماعه الجمهور قالوا بص بقى، دار الاسلام عندنا بنعرفها باختصار هي الدار التي تجري فيها احكام الاسلام بدون قيد وبدون شرط. قلت لك كده يا جمهور؟ قالوا اسمع ده هم التقرير، بنقولهم الدار التي تجري فيها احكام الاسلام بدون ايه؟ بدون قيد وبدون شرط. يعني المسلم يحب يصلي الظهر لما يبدا يروح، عاوز يروح الجامع قبل الظهر ما يبدا بساعه يروح، عاوز يعمل زي الفلاحين ما بيروح يجيله في الجامع يصلي الظهر ويشد لهم لحد العصر ويشغلوا المراوح يروح، عاوز يعمل عزا في الجامع يعمل براحته خالص، محدش بيقول له رايح فين ولا ايه ولا جاي منين. انما بقى لو مسلم في امريكا قال يا رجاله عاوزين ندوا جامع، قال له عندي والله ما انتوا بنيت فين، احنا بنجيبوا جامع من سنتين اهو روحوا صلوا فيه. خدت بالك؟ جو الجماعه بقى بتاع كده جدا اسمع بقى، قال لا رمضان ايه رمضان ده؟ اللي هشوفه طيب هنا هخلص عليه. انا عاوز اشوف الناس بتشرب ميه ساقعه في الحرب، طب نعمله في الجامع دي؟ طب نصلي عيد يا باشا، قال عيد، عيد ده بقى ونعمله تلساحه قالوا يصلوا فيه. طب والله لو صليته ما نصلت المدام قنبله هنفجركم كلكم ونخلص منكم. يعني ده رهيب، بس احكام الاسلام بتجري فيها بتقول في الشر. قعدنا نتحايلوا على بس صلوا جوه الجهاز وتقفلوا الباب على نفسك وما شغلوش الميكروفونات عشان الميكروفونات ايه بيجيبوا ايه؟ بتصحينا يا عم عادل، احنا الفلاحين عندنا لعنوا اينما فوقكم. يقوم قبل الفجر بساعه شغل الميكروفون ويقعدوا يتكلموا كل واحد معاهم في اهل الجامع ولسه يقولوا شغل ابو نم داخل الان ولسه ما انتقلتوش وشغل الميكروفون. ولو قلت له ده الواد اتسرع على ما قلت له انتقل الان، واحد تاني ايه يقوم مشغل مع كح ولا من حاجه كده يقوم فجعك ولا حاجه، انت قاعد في سكون يلاقي صوت طالع لك كده قلبك يطف دي سكته قلبيه تموت، مفيش مشكله. ولو كلمناهم يقولوا ايه؟ ومن اصبر ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها وسعى فيها. وانا عندي جامع يا جماعه، وانا عندي ايه في الجامع؟ خدت بالك؟ يبقى تاني الجمهور بيقولوا ايه؟ الجمهور خلي بالك، واحنا دايما بنشرح وبنعمل اسقاطات ضرب نربط ده بده. الجمهور بيقولوا يا سيدنا، بيقولوا ان دار الاسلام هي الدار التي تجري فيها احكام الاسلام بدون قيد وبدون شرط، بدون قيد وبدون شرط. امال لما هي تجري فيها بدون قيد وبدون شرط بتقولوا دار الاسلام ليه؟ وبتقولوا دار الحرب ليه؟ ده يا خاين اسمع، ده احنا بنقوله اضافه، يعني بنضيف الدار نقول الدوله، نضيفوها للايه؟ للاسلام، يبقى احنا كده عملنا ايه؟ اضافه. قلت لهم مش فاهم؟ قالوا ربنا يقول لهم دار السلام عند ربهم.
اهو لهم دار الايه السلام، يعني هيسكنوا في الجنه في مكان اسمه الايه السلام. يبقى اضاف الدار هنا او السكنه هنا اضافها للايه للسلام. ولما قال ايه دار البواق يبقى اضاف الدار للايه للبواق. يبقى لما نقول دار السلام يبقى من باب الاضافه دار السلام لوجود السلامه في هذه الدار، ولما نقول دار البواق يبقى اضفنا ايه الخساره والخراب والايه والبوار للدار. خدت بالك ولا ايه؟ يبقى الاتجاه الاولاني اسمه اتجاه مين؟ اتجاه الايه؟ اتجاه الجمهور. طيب ابو حنيفه ده الجمهور معاه يوسف محمد ما ننساش يوسف محمد. ابو حنيفه لما جه يعرف الدار قال بص بقى انا عندي الدار عشان نعرفها انا عاوز الدار دي يكون فيها قوه للمسلمين. يكون فيها ايه؟ قوه للمسلمين ويكون فيها منعه للمسلمين. قلت له يعني ايه منعه دي؟ ايه منعه دي؟ قال قوه يبقى المسلمين هم مركز القوه ماشي؟ منعه يبقى المسلمين تتوفر لهم العصمه يعني دماؤهم معصومه يمشي براحته ما حدش ايه؟ يبقى وقف. وكمان الدار دي انا عاوز يتوفر فيها الخوف للمشركين. يبقى جماعه المسلمين ماشيين براحتهم فردين دراعاتهم ها؟ الجماعه المسلمين يمشوا بالليل ويمشوا بالنهار ويروحوا وييجوا محدش يسالوا في حاجه. الجماعه اللي هم غير مسلمين يبقوا ايه؟ كانوا شايلين ايه؟ شويه. يقعد في العربيه الميكروباص يقعد في الشباك ينكمشوا يقول له وسع يا استاذ شويه. يقول الثاني مسلوب يقول له طب انا يقوم زنق نفسه. انما المسلم لما يقعد زي ما يقعد لك يعمل ايه بقى؟ يقعد كده ويعمل رجله كده ويخبط رجله في الكرسي اللي قدامه كده ويقبل رجله في ظهر الاستاذ عبد المنورم ويقعد يقول له انا هنعمل ايه يعني؟ هنزد الحيطه بتاعت العربيه ونطلع بره. ايه اللي بيخليه يتكلم كده؟ عشان هو عنده قوه وهو عنده ايه؟ منعه. عنده منعه هتزعله يقول لك انا من عيله فلان وعيلتنا هتضرب عيلتكم وهحكي لك وادفع ديتك. ليه بيتكلم الكلام ده؟ عامل ايهاب عشان انت مش هتقف الصعيد مش كده؟ ما انت منين؟ ما انت منهور يا نبصره. ماشي يا عم ايهاب. يبقى ابو حنيفه شوف ابو حنيفه يقول ايه؟ يقول انا عاوز قوه للمسلمين، عاوز منعه يعني عاوز عصمه للمسلمين، عاوز خوف لمين؟ عاوز خوف للايه؟ للمشركين. تمام كده؟ طب ايه؟ قلنا هو الجمهور قاعدين في جنب لوحدهم وابو حنيفه قاعد هنا على الشمال. قلت لهم هو جاب ايه؟ انا جايب لكم حاجه ساقعه كنزه اهو. تمسكوا لي والدنيا حر، تعالوا اقول لكم اشربوا بقى. اقعدوا هنا قدامي. شربت لهم الساقع وقعدوا انبسطوا. قلت لهم انا بقى عاوز اقول كلمه بعد اذنك. قالوا هو. قلت لهم يعني انتوا عاوزين يا جمهور خلي بالكم انتوا الاثنين زي بعضكم. انتوا الاثنين كلامكم زي بعض يعني بس ايه؟ يعني مختلفين في حاجات بسيطه. تعالوا نوفق بينكم. انتوا يا جمهور عاوزين تقولوا ان احكام الاسلام موجوده. قالوا حق. وانت يا ابو حنيفه قال عاوز القوه تبقى للايه؟ للمسلمين. قلت لما نيجي نجمعوا الشرط بتاعكم مع الشرط بتاع الجماعه ده هم ونقول انتوا الاثنين الجمهور يشترط في دار الاسلام ان تجري احكام الاسلام فيها وان تكون فيها قوه وغلبه ومنعه للمسلمين. قال الله ينور عليك ده انت كده ايه؟ ريحتنا بدل ما نطلعوا من الشرطه زعلانين هنطلعوا برضه احنا ايه؟ مبسوطين احنا الاثنين. تمام؟ قلت لهم يا ده كلام جميل، ده كلام حلو جدا. بس وقام الاستاذ عادل قال يعني هم بينكم خلاف دلوقتي ولا ما فيش خلاف؟ فيكم خلاف ولا ما فيش خلاف؟ قال والله يا عم اصل انت بتقول ايه؟ الخلاف نوعين، في خلاف شكلي وفي خلاف جوهري. خلاف شكلي وخلاف ايه؟ اسمك ايه؟ منين يا ابو؟ اتجوزتي؟ رغمين ما يهمكش انا عم جوزك جوز ولا لسه؟ حلو. استاذ رضا رضا عند نظر برضه خلي بالك. لو احنا ما بنتجوزش من تهديده دي. لما بنتجوز من تهديده بنجي نتجوز. استاذ رضا بيقول ايه؟ جينا استاذ رضا عندنا في البلد اختلفنا اهل العروسه واهل العريس واحنا بنجيب العرس بيسموه عندنا العشاء او بيسموه الشوار زي انتوا بتقولوا على كده. فده بدينا عركه مع بعض يا جماعه غير خرطوم الانبوبه في ايه؟ ادي البوتاجاز وادي الانبوبه وادي الفرن وادي الانبوبه. ابو العروسه احنا بنستكفوا بعض وفاتحينهم بعض بنستكفوا كده على بعضنا كده. قال ما جابش خرطوم الانبوبه وما جابش الجفايز ومش نحاس كمان. طب نعملوا ايه؟ هيتعاركوا مع بعض. الاستاذ عادل قال هذا خلاف شكلي. مفيش مشكله يا جماعه 50 جنيه بنجيبها اهي عينيها وقعت مني هاتوا بيها اللي انتوا عاوزين تجيبوه. خلاف شكلي. انما الاستاذ ضربه بقى عليها الثلاجه وما جابتهاش او
الثلاجه مثلا شرط ولا بتاع 16 راح جايبنا الثلاجه لسه في جوال موجوده صغيره كده ولا لا؟ ده مش كل اسمه ثلاجه، يبقى خلاف هنا خلاف جوهري. ده مش شكل بلد، شكل ده في حاجات ثانيه دي، خدت بالك؟ ها؟ انما هنا خلاف ايه؟ خلاف جوهري. فالاستاذ عامل قال يعني الجماعه الخلاف اللي بينهم دي اللي كان بينهم من شويه، الخلاف ده اللي توفقته ده خلاف شكلي ولا خلاف جوهري؟ قلت له يا عم عادل ده هو خلاف ايه؟ الخلاف ده خلاف شكلي. بس كتب مين احسن من مين؟ قلت له والله الجمهور احسن من يعني معلش يا ابو علي ما تزعلش، اوعى تزعل، يعني الجمهور ايه؟ التعريف بتاعهم ده هو فيه مرونه شويه، يعني زي الاسد تاخد وتدي في جيب، وفي معقوليه، يعني لما تعرضوا على عادله تلاقي العادل يكبر الكلام بتاع الايه؟ بتاع الجمهور، قال ليه يا جماعه؟ هتزعلوني تاني ليه؟ قلنا له يا عم مش هنزعلوه، اصل الجمهور لما يقولوا دار الاسلام يعرفوها هي الدار التي تجري فيها احكام الاسلام بدون قيد وبدون ايه؟ تكون هنا المسلمين احكام الاسلام تجري بدون اي قيود وبدون اي شروط. يبقى القوه موجوده للمسلمين والمنعه موجوده للمسلمين والخوف موجود لغير الايه؟ لغير المسلمين. انما يا سيدنا ابو حنيفه لو قلنا بقى ان تكون القوه والمنعه وكذا، كيف تكون القوة والمنعة موجودة في دولة لا تطبق فيها أحكام الإسلام؟ خدوا بالك ولا إيه؟ أنت أبو حنيفة بتقول القوة والمنعة، إزاي القوة هتكون موجودة؟ وإزاي المنعة هتكون موجودة؟ والدار اللي هي ذات نفسها اللي هم عايشين فيه لا تطبق فيها أحكام الإيه؟ الإسلام. طب الجماعة الأمريكان عندهم قوة، والجماعة الأمريكان عندهم منع، والجماعة الأحكام عندهم وعندهم وغيرهم عندهم وعندهم، بس أحكام الإسلام تطبق ولا لا تطبق؟ يبقى هنا اتضح ان الخلاف بين الآية اهو، اتضح ان الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور خلاف شكلي، إلا أن تعريف الجمهور لدار الإسلام تعريف يتضح أو يتسم بالعقلانية وبالإيه؟ بالمرونة، لأن كل الدار تجري فيها أحكام الإسلام يبقى إذا إيه؟ وجدت القوة، وجدت المنعة للمسلمين، وجدت العصمة لجماعة المسلمين، توفر الخوف لغير الإيه؟ لغير المسلمين. عرفنا دار الإسلام كده؟ حد عاوز حاجة تاني؟ نبدا نعرف بعد كده بقى دار الايه؟ دار الحرب. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ دار نعرف دار الايه؟ دار الحرب. لما جم برضه يعرفوا دار الحرب برضه الجمهور خدوا مكان لوحدهم يعرفوا دار الحرب، والحنفيه يا استاذ عادل راح بقى بيوسف ومحمد مع مين؟ مع الشيخ، مع ابو حنيفه، بس هو ابو حنيفه علم ابو يوسف مش كده؟ وابو يوسف في الاصل كان شغال صفار، ابوه كان بيصبغ الهدوء، ابوه كان بيصبغ الهدوء، خد بالك؟ ف يجي يوم ويغيب يومين، ابو حنيفه قال له مش لاقي الواد ابو يوسف ده بيغيب ليه؟ قال له اصل انا بشتغل مع ولاد في الدكان ونصبغ الهدوء معاه، راح قال لابوه الواد ده خساره في العلم سيبه، وقال له منين؟ ساعدني انك تبين ربي اخواته ازاي؟ خليه يشتغل. ابو حنيفه قال له طب انا هجيب لك واحد يشتغل وادفع له انا من جيبي، بس سيب الواد ده، الواد ده خساره. قال له طب صنيعي بقى وحاسبوك، خدت بالك؟ راح ابو يوسف وقعد يشتغل مع ابو حنيفه، وبقى دعوه اليمين دعوه قدامه على طول. فجاه ابو حنيفه راح في يوم الدرس قال يا جدعان فين ابو يوسف؟ قال له ده ركن في جنب لوحده شغال لوحده هناك اهو. ده شغال ازاي؟ قال لي عمل حاجه بتعين، هو الواد لسه استوى ما يعمل براحته، انا مش مانع، بس يعني يكون يعني كده مؤهل. ابو حنيفه قال له طب قاعد جاب واحد من اللي قاعدين ده بيقول روح له قول له واحد اساله في الصنعه بتاعت ابوه صحيح له بقى يوصلك على عجيب، قول له واحد بعت السوق للصباغ عشان يصبغه، فالصباغ طمع في السوق وخده وانكره، يجي صاحب السوق يطلب السوق يضمن ولا ما يضمنش؟ ابو حنيفه قال له اسمع، ان قال لك يضمن قول له غلط، وان قال لك ما يضمنش قول له غلط. وضح لك ويعلم. فراح سال السؤال قال له يضمن؟ قال له غلط. قال له ما يضمنش؟ قال له غلط. ودي الساقي سابه ومشي. طب يا يوسف خلص الدرس قال له الحاج يا مولانا واحد كذا قال له مش صنعتك يا ابني صنعتك اهو، مش انت عامل عالم واخد لي جنبه وقاعد كده، هو ده يا ابني بس انت لسه ما استويتش،
اقعد قدام الفتح اهو، لما تستوي في العلم كده انا هنقول لك هو. فهنا شوف الاستاذ اهو، ابو يوسف يطلع عن رايه، محمد بن الحسن الشيباني يطلع برضه عن رايه، والاثنين ابو يوسف ومحمد يتحدوا مع بعض، يبقى هما صاحبان يخالفوا الاستاذ. ابو يوسف يروح مع الشيخ ابو حنيفه يوافقوا ويرجوا في راي، يقولوا الشيخان. شوف الشيخ الكبير عشان يقول لك ان في تواصل ايه؟ تواصل من ده ومن ايه؟ ومن ده، وبعد كده يشوفوا ابن هزيل ايه؟ تمام. فهنا عايز يقول لك ان في تعدديه، الدنيا اللي استجابوا كده تعدديه في الايه؟ في المذهب الايه؟ الواحد. هنا بقى لما يجوا يعرفوا دور الحرب، الجمهور برضه مع بعضهم، مالكيه شافعيه ايه؟ حنابله مع بعض، ابو حنيفه ومع مين؟ ابو يوسف وايه؟ ومحمد، يعرفوا الايه؟ يعرفوا دور الحرب بتعليم. طيب الجماعه الجمهور عرفوا دور الحرب جت ايه؟ هي الدار التي تظهر فيها احكام الكفر. هي الدار التي تظهر فيها احكام الايه؟ الكفر. طيب ولا تطبق فيها احكام الاسلام. جميل، مفيش لا صلاه ولا صيام ولا غير، ولا يحكم اهلها باحكام الايه؟ ولا يحكم اهلها باحكام الاسلام. ايه رايك في التعريف ده؟ خليه مفتوح بقى عشان بيرزع كده، مش عارف عشان بيعمل صوت. يا اما لو في ثاني انا وراك. لا ما ينفعش يا عمي. دكتور هو احنا مش فاهمين، هو احنا مطالبين بكل الاحاديث والايات اللي مذكوره في الكتاب؟ يا نهار ابيض، في سؤال. نهيه. ها؟ نهيه. لا لا لا. طيب سيد. طب ما انا الحلو كده احلى من اهل السيد. ايوه يا نهار ابيض، ما يا نهار. لا انا قصدي ان احنا مطالبين بكل الاحاديث والايات المكتوبه في الامتحان كما هي، ولا يعني ممكن نكتفي بس بذكر ايتين او ايه او انا بسال بس. يعني انت عزمتي لي اهل عندي في الوقت مش الليل، ماشي؟ جبت لنا سمك بط، واحده اللي جنب البيت جابت لنا بط وبوري. ده انت في البط وبوري جنبنا حاسبه زي صاحب بنت عزوم، بنت عزوم الثانيه معانا بقى الله يرحمه، انت اللي هي على قد القصه ودي كريمه هي هي دي وربنا يسترها في الدنيا والاخره. اللهم اعمل ما تعالى وسط من سفر. خد بالك انا لو ده ما اديناها لبقى يجيب عليه شويه الله يرضى عليه. ماشي؟ طيب يجي الجماعه احنا بنعترف دلوقتي، انت عارف دار الايه؟ دار الحرب. نعرفها عند مين؟ عند الجمهور. قالوا ايه؟ هي الدار التي تظهر فيها احكام الايه؟ الكفر. يعني تعدي تلاقيهم بيردوا مثلا للكعبه في خنزير ودمشق. اهدي يقول محضرين عن الدعوية والجمعة الجاية عندنا عزوم. تروح عند واحد يقول لك شمر كده وجرع كده، ده انا شوف والله عامل لك شغل جامد، ده بيت لك تنزيل. يا نهار مفيش محسن، قال لي ليه؟ مفيش اجنك حتى، قال ما بتاكلهوش، ما تعملوش انت اهو. خد بالك؟ طب يا جماعة في الجامع نصلوا؟ قال لي ايه اللي صلوا ليه؟ ندعموا نفسنا ليه؟ طب اللي صلوا دول خدوه للصلاة. ده اللي بيصلوا حرامي. يروح يصلي جزمته تنصرف يشوفوا ينصرف. فرمضان عندنا في البلد النفر يصلي ومشغول بالشمس بتاع، نجيب شمس ب 150 جنيه نطلع ما نلاقيهوش. طب نروح حاجه بقى ولا نعمل ايه؟ يقول لك خد لك شمس من الجامع، كان اول بلاست ما عادش تقرا في الجامع حاجه خالص. اللي عمل فرض حتى الحاج جاي صلاه جمعه، خدت بالك؟ فهي لا تطبق فيها احكام الاسلام ولا تظهر فيها احكام، ولا يحكم اهلها باحكام الايه؟ احكام الاسلام. يبقى ده عند الجمهور اسمها دار ايه؟ دار حرب. اسمها دار ايه؟ حرب. ابو حنيفه بقى قال بصوا يا جماعه، انا عشان تبقى الدار دار حرب، عشان تبقى الدار دار حرب انا بشترط فيها ثلاث شروط. انا على كي تكون الدار دار حرب يشترط فيها ثلاثه ايه؟ شروط. ده الشرط الاولاني ظهور احكام الكفر فيها. ظهور احكام ايه يا ايهاب؟ احكام الكفر ايه؟ احكام الكفر معنى ظهور؟ لا، ده تبقى احكام الكفر مش ظاهره، ده تبقى ظاهره وغالبه كمان. يبقى وجود ظهور الاحكام مع غلبة هذه الايه؟ الاحكام. خدت بالك يا نهر؟ طيب الشرط الثاني لا ان تكون دار الحرب مداخمه لدار الاسلام. ان تكون دار الحرب ايه؟ مداخمه لدار الايه؟ يعني قريبه من ده. يعني نهر اسكندريه جات لها جوازه في العجم، وجات لها جوازه في الشرع اللي بعد منهم، وما قالت لا. نستوي الوادي اللي في رحنا ده عشان تبقى قريبه من روح وايه؟ ونيل. عشان
تجيني كل يوم بالليل جوزها محامي يروح المكتب احتاج على الزرار كده انها الخر اللي حصل طول النهار كله، كلنا وشربنا وزرعنا وتجيب الاخبار كلها، يبقى انا كده عايشه ايه معاهم. ها؟ وهي المصيبه دلوقتي ان واحده فيكم ما تتجنس تتجوز يعني تقول لامها على كل حاجه، تبقى امها عارفه العقل اللي زي ما بتعملش كده، انما المجنونه زي اللي عندنا بيعملوا كده. انا هنضرب امثله على نفسي يعني، ولا ايه؟ يبقى هنا ابو حنيفه بيقول الشرط الاولاني عشان تبقى مرحله انا عاوز تظهر احكام الكفر ايه؟ فيه. الشرط الثاني ان تكون دار الحرب متاخمه يعني قريبه لدار الايه؟ ليه؟ ده عشان لما نيجي ننامه نحرصه العيال في الليل ممكن يا ايه؟ يجوا عبد الضرعه ويضربونا يقتلونا. ممكن الزراعه بتاعتنا يزرعوا خطا خاص يروحوا يدلعوه. مش كده ولا ايه؟ واحد فلاح يا استاذ عبده بلدهم بعيده كده ارضه بعيده وفي عزبه مش بتروح العزبه تجمع لهم يجمع كان عندنا كده يزرع كله طول السنه يروح الصبح ما يلاقوهوش. ايه رجاله تقول والله رجاله عندنا فوق الشباب فوق البركه جمعوه ما تبقاش تشغل نفسك كلام وان شاء الله بالتصحيح ما تبقاش تجيك قال لك وانا يا جماعه قالوا انا مش حاجه يا عم من جرى ولا مش شوف على يجوا يزرعوا ويبلعوا ويسهروا لحد ايه يقول لك اصل ما تقفل كده هتسهبه هيبيع الارض بنص الثمن يروح يشتري ارض قريبه مني وعزيز يبقى ايه العزه دي يشتري اللي حواليها كلها خد بالك يبقى ابو حنيفه يقول انا عاوز تبقى الدار متاخمه يعني قريبه لدار الايه؟ الاسلام عشان يبقى احنا متوقعين العدوان منهم فين؟ في اي وقت. طب الشرط الثالث عندك يا ابو حنيفه قال ايه؟ معلش ما ينفعش هذا يعني عديل يعني ما تجيبي كل طبقة كده فراولة فراولة دي حمضانين يزعلوا حاجة طب طب خير ولا بدنا كلها حمضة ثلاثة الشرط الثالث اسمه ايه؟ يا ريت اسمه ايه؟ اللي تعمليه؟ اللي تسمعيني؟ اللي تسمعيني دلوقتي؟ انا بقول ايه؟ ده بص في الكتاب ده قال لا بتسمع ايه؟ بتسمع ايه؟ يا مروه ربنا قال ما جعل الله لرجل من قلبين كده هتبحلقي في الكتاب وتبحلقيه مش هتبحلقي اسمعي يا مروه خدي مني انا وديني على رجع عدلي انت بتحلقيني وتبصي وتسمعي مني وتفهمي اللي انا بقوله وتروحي بقى تمسكي الكتاب تنزمزي وانت قاعده تنزمزي واحده واحده كده مش كده تلاقي لك مثلا في خطا مطبعي وارد ولا مش وارد كلنا بشر يا جماعه ولا ايه؟ طيب الشرط الثالث ابو حنيفه بيقول ايه بقى؟ الا يبقى فيها مسلم ولا ذمي امنا بامان الايه؟ يعني ايه عم عامل الكلام ده؟ بس ده الحرب ده الحرب فالمسلم قاعد عندهم مش قاعد بعقد امان مش قاعد بعقد ايه؟ امان مش كده؟ ولا السني قاعد عندهم برضه بعقد ايه؟ السني رب السن يعني قاعد عندهم بعقد ايه؟ امان يبقى معنى كده الغلبه كلها لهم والراي كله لهم ولو ظفروا بمسلم لقتلوه ولو ظفروا بذمي ايضا لقتلوه يبقى دي اسمها كلها دار ايه؟ حرب او دار كفرة ماشي كده ولا ايه؟ انما يا عم ايهاب بقى لو ان مسلما زي امريكا دلوقتي قاعد عندهم بعقد امان ها؟ مش هو في امريكا دلوقتي قاعد؟ ما حدش بيكلمه بس حرص موضوع المافيا وخلاص ما لناش دعوه بيه. ليه؟ لانه قاعد بعقد امان عندهم اللي اسمها تأشيرة الدولار. الامريكي بيجي مصر عندنا هنا الدنيا بحالها بتكون وتقع. لو باسبور راح ولا حاجه انسرقت منه عشان داخل عندنا بعقد ايه؟ امان الباسبور يعني لما تنال التأشيرة ودخل بيه بس عقد امان مؤقت. هتقعد عندنا على طول بس عقد امان ايه؟ مؤقت. تمام كده يا اخوانا؟ تاني ابو حنيفه بيقول ايه في دار الحرب بقى او دار الكفر كده؟ بيقول الشرط الاولاني ايه؟ اقول ايه بظهور احكام الكفر فيه الله ينور عليك، والشرط الثاني ان تكون متاخمه اي قريبه لدار الايه؟ الاسلام، بيقول كده؟ والشرط الثالث ان لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي امنا بامان الايه؟ الاسلام. لو حنيفه اللي قال ايه؟ والجمهور عرفوا تعرفه من سعيد مش كده؟ جم الجمهور قالوا تعالى يا ابو حنيفه طب خد بالك ما تروحش هتتقدم قال ايه؟ ده مستنى ربع ساعه. عم نشوف الثلاث شروط دول. انت بيقول الشرط الاولاني ظهور احكام الكفر فيها قال له ايه؟ قالوا هذا الشرط محل اتفاق بيننا وبينك وبين جميع العلماء. مش هنخالفه ايه؟ مش هنخالفه فين؟ في الشرط ده. طيب
قال الشرط الثالث ده بيقول ايه؟ قال بيقول ان تكون قريبة من دار الايه؟ الاسلام. يعني انا خايف على مين؟ خايف على المسلمين من الجماعة دول اللي يعتدوا عليهم. قال اسمع بقى، الشرط ده ما عادش موجود دلوقتي. الشرط ده ما عادش موجود دلوقتي. قالوا ما عادش موجود دلوقتي ازاي؟ قال اصل الدار زمان، الدار زمان كانت الدار هنا والخيمة بعد منها بنص كيلو، والخيمة حرم لمين؟ حرم للدار. ده انا بضرب مثلا بس كده يعني. فانا بضرب مثلا. يبقى الخيمة والدار في اتساع. انما النهاردة اصبح العالم كله ايه؟ اصبح العالم النهاردة كله دولة صغيرة. انت بتقول انهم، انت بتقول انت خايف، انت خايف، او تقول يا ابو حنيفة انت خايف ان المشركين او ان الكفار او غير المسلمين يعتدوا على المسلمين. ده ايه؟ قالوا ده الاعتداء زمان كان بالسيف وكان بالايه؟ بالفاس وكان بالمنجره وكان بالمنجي. انما دلوقتي يبقى الاعتداء قاعد في غرفه التحكم والصاروخ متوتر يديله امر يتك على الزرار الصاروخ يمشي لوحده. قاعد عمال يجيبه كده، يجيبه يمين ويجيبه كده، يجيبه شمال. قال له خليك ماشي يا صاروخ يا حلو انت، وعند كليه الحروب في اسكندريه جنبك. قال ينزل بقى ايه؟ يفجر لنا المبنى ده، خاصه لما يكون الساعه 11 12 تكون الكليه عمرانه. ها ويبعث المرء على ما مات عليه. اللي قاعد يقول واحده كلمتين حلوين خدت بالك، واللي قاعد سهجان، واللي قاعد واللي قاعد. يبقى انت العله دي ايه؟ انعدم النهارده. الشرط ده ما تقولوش يا ابو حنيفه، ما ينفعش الشرط ده ايه؟ يكون موجود عندنا. قالوا الشرط الثالث ده بيقول ايه؟ ألا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا بأمان الإسلام. قال لي قال تعرف يا أبو حنيفة أنت لو صبرت شوية هتلاقي الجماعة المصريين قاعدين في أمريكا، وهتلاقيهم قاعدين في ألمانيا، وهتلاقيهم بيهاجروا هجرة غير شرعية وبيروحوا معرفش فين، وبيفجحوا وبيتنحوا وبيعيشوا هناك وبيخسروا البار وبيجيبوا فلوس والحالة إيه؟ بيبنوا عمارات في البلد وكذا. فالشرط يا أبو حنيفة ليه؟ ما عادش إيه؟ موجود. لان احنا يا ابو حنيفه لو الناس دول غير مسلمين جم عندنا وقتلناهم، المسلمين عندنا لما يروحوا عندهم هيعملوا فوق ايه؟ هيخلصوا عليهم. فنقول لهم ايه؟ استحملوا اللي عندنا واحنا نستحملوا الايه؟ كل واحد يستحمل الايه؟ اللي عنده. ثاني يا جماعه، يبقى تعريف دار الحرب انا لسه بتكلم فيه. الجمهور لهم ايه؟ انا كده بتكلم بايجاز. الجمهور لهم ايه؟ تعريف. والحنفيه لهم ايه؟ بس الحنفيه اشتركوا كم شرط؟ الاولاني ظهور احكام الاسلام، الجمهور مفهوم كفره، الجمهور مفهوم عليه. الشرط الثاني ان تكون قريبه، قالوا مش هينفع الكلام ده. الشرط الثالث ايه؟ الا يبقى مسلم ولا سلمي، قالوا الشرط ده ايه؟ كذا مش هينفع برضه. يبقى التعريف الراجح هنا تعريف مين؟ تعريف الجحيم. طيب يبقى انا بقى ارجع تاني واقول انا في التعريف لدار الاسلام رجحت كلام مين؟ تعريف مين؟ الجمهور. والتعريف لدار الحرب رجحت تعريف مين؟ رجحت تعريف الجمهور. تمام كده؟ خلينا نسلم عليك. يبقى انا عندي كده كم دار كده يا جماعه؟ دارين، دار الاسلام ودار الايه؟ الحرب او دار الكفر. استاذ عادل هو بيتكلم في الاول خالص قال ده في دار ثالثه اسمها دار الايه؟ دار العهد. دار الايه؟ ايه العهد بقى يا استاذ عادل دي؟ ايه العهد دي؟ بس فيها مؤمنين الكلام عباره عن دار حرب، بس الجماعه اللي قاعدين فيها المسلمين ادوهم ايه؟ ادوهم الامانه. هل الموزعين زي ايه؟ زي واحده ما تقدر عند امها كده ومش عاوزه تروح ترجس، يقول لها راجع تبكي. من طلقها من طلقها اللي مات قال لها لها ثلاث شهور، قال لها راجع تبكي مش عاوزه تبكي. حلو؟ اللي بقى قاعدة في دمنهور أو قاعدة في اسكندرية وشغالة مدرسة في البلد عنده. قال طب أنا لما تيجي المدرسة هنمسكها لفين؟ هنخطف؟ خاف ولا ما تخافش؟ خايف. فقلنا لها اسمعي بقى، في ناس اتوسطوا هتتعرض لها. قلت لهم ماشي. هتيجي؟ قالت هنيجي بس سيبني أسبوعين نفسيتي تستريح شوية. قلت لها ومال؟ الأسبوعين دول هنديكي العهد والأمان انك تيجي وتروحي لو قابلتك في السكه مش جايه ازاي براحتك خالص.
بس بعد كده هننسجد نختفي ومحدش هيعرف انا وديت فين ولا جبت منين. فهنا دار العهد دي ايه؟ اهو مثال اهو. دار العهد دي المسلمين دخلوا دار او دخلوا بلد. بس البلد دي بلد كفر او بلد غير مسلم. تمام؟ فالمسلمين قالوا لهم اسمعوا يا جماعه، حديث ربنا بيقول على حدود عبد، اسمعوا يا جماعه رقم واحد تخشوا الاسلام. قالوا ماله يا عم الاسلام حلو جو؟ خلاص سيبكم من هنا وتعالوا عندنا. قالوا ما احناش داخلين، اسلام ايه وبتاع ايه وكلام فاضي ايه؟ قلنا لهم خلاص يا جماعه ندفعوا الجزء، ندفعوا الخراج يعني الجزء عشان هنسيبكم ايه تزرعوا وتبيعوا في الارض بتاعتكم، بس احنا بنحموكم انتوا تحت سلطاننا، فانت مقابل الحمايه تدينا ايه؟ تدينا حاجه يعني الجزء. قالوا ماشي يا عم هندوك، يبقى كل واحد يدفع في السنه 50 جنيه مفيش مشكله، يبقى دي اسمها دار ايه؟ عهد. يبقى هي دار صالح المسلمون اهلها، يبقى حصل ايه؟ صلح بينهم وبين الايه؟ المسلمين، على ان يبقوا في اماكنهم ودياناتهم وارضهم وبيوتهم وكل حاجه شريطه ان يدفعوا الجزيه من لمين؟ للمسلمين. فالارض دي يا اخوانا بيسموها ارض ايه؟ عهد، ارض ايه؟ قولي لي يا استاذه رؤى بقى، انت قلت انها دار عهد كلام صح. واحنا درسنا قبل كده دار الاسلام اهي على اليمين ودار الايه؟ الكفر على الشمال، وفي النص الدار اللي انت اسمها دار الايه؟ طب دار العهد دي تبقى كده تخش على دار الاسلام ولا تخش كده بين كيف ازاي؟ تبقى دار الاسلام ولا دار حرب؟ ايوه شوف يقول ده مخها قال دي دار العهد هنا هتبقى تحت سلطان المسلمين وتعتبر دار الاسلام ليه؟ لان هم بيدفعوا جزيه مين؟ يبقى معنى كده ان القوه وان الغلبه للمسلمين لان المسلمين لم يعقدوا صلحا مع اهل دار العهد الا اذا كانت الغلبه والقوه والقهر لمين؟ للمسلمين. يبقى دول تحت ايد ايه؟ تحت ايد المسلمين، يبقى تلحق بدار الايه؟ الاسلام. جماعه الاباء دي تعتبر دار ايه؟ دار حرب. تعتبر ايه؟ طب نرجح ايه فيهم؟ تبقى دار الاسلام ولا دار حرب؟ دار الاسلام. ليه؟ لانهم يدفعوا الجزء. ماشي. هي لو كانت لفتره معينه هي هتبقى ضحى. الله الله عليك. طب انت لئيمه مذاكره عقل ولا عايز تقول لي انت لئيمه مذاكره؟ شوف بقى قال لك هنريحوا نفسنا، احنا نبص للصلح الاول اللي تم. نبص للايه؟ للصلح اللي مش انت بتقول الارض التي صالحها المسلمون اهلها على ان يدفعوا الجزيه؟ فنبص للصلح. هنلاقوا الشروط بتاعت الصلح دي هيدفعوا الجزيه للمسلمين كل سنه وي 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 وي، يبقى الكلام هنا لمين؟ للمسلمين، يبقى ده الاسلام. جم قالوا لا يا جماعه ده احنا هيبقى في هدنه مؤقته لنا شهر او اثنين او ثلاث او اربعه او سنه. طب فين بقى هنا غلبه المسلمين؟ ما دام هم بيشترطوا الهدنه يعني وقفوا الحرب بيننا وبينهم، يبقى هم مركز قوه ولا مش مركز قوه؟ مركز قوه اهو، يبقى هنا ايه؟ نصنفها على انها دار ايه؟ دار حرب. يبقى لا هنقول دار اسلام يا جماعه ولا هنقول دار حرب يا جماعه، لما ننظر الى شروط الايه؟ الصلح او شروط الايه؟ العهد اللي بيننا وبينهم، فان كانت الشروط فيها الغلبه والقوه والكذا والقهر للمسلمين، يعني المسلمين هم القاهرين والمنتصرين، يبقى اسمها دار ايه؟ دار اسلام. هنبص للناحيه الثانيه هيبقى دار ايه؟ دار حرب. تمام كده؟ يبقى عندي كده كم دار يا اخوانا؟ دار الاسلام، وبعد منها دار الايه؟ وبعد منها دار الايه؟ طيب الاستاذ عادل برضه كان بيقول ان بعض الفقهاء زاد بعض الفقهاء دارا ثالثه وسموها دار الايه؟ دار الفسقه. زاد بعض الفقهاء دارا ثالثه وسموها دار الايه؟ ايه بقى دار الفسق دي؟ قالوا هي ما ظهرت فيها المنكرات من غير تناكر. دار الفسق تبارك يا رب، ما ظهرت فيها المنكرات، يعني منكر ايه؟ موجود. ده هو ده الناس طيبين بيقولوا ما ظهرت، يعني ما قالوش ما وجدت، يعني مش كلها فيها منكر، ده المنكر بس ايه ظاهر فيه من غير ايه؟ تناكر، يعني ما حدش بايه؟ بينكر المنكر يعني، ما حدش بينكر الايه؟ لما شفنا المسلسل بتاع عصر الائمه لما المعتصم كان خليفه كده
وبعدين خلوها البنت اللي كان ابن احمد ابن حنبل صالح، صالح كان بيحب من الامام احمد، كان بيحب البنت دي. فلما خلوها مطرحها لاهلهم فخلوها وحبسوها، فقال ومعتصمه. لا 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 المعتصم قال والله لابد اروح احررها بنفسي، وعمل الجيش منكر، خد بالك لابد النهارده خليك ماشي بيني وجماعه اثنين ثلاثه شباب، خلي واحده ماشيه مخفنه، واحد مسكها بايدها من هنا والثاني مسكها بايدها من هنا، وقال بس الاختي راحه معانا مشوار. انت استاذ علي تقدر تتكلم انت؟ لا هتتكلم؟ هتاخد لك بابا ولا سكين؟ الواد معاه تجار من الغزال هيقول لك خد عشان انت تجار من دي، هموتك، هيديك واحده هنا واحده هنا، يقول لك ما تبصش في المنبه افتكرنا بيها. هتبص تلاقي النهارده واحد قاعد مع واحده في الكليه لا هو او في اي مكان، وقاعد حاطط دراعه على كتفها، وقاعدين ماشيين مع بعض مشبكين صوابعهم بصوابع بعض، هيكسروا صوابع بعض، يا ابني بنروح على صوابع حد، يا ابني بنروح على صوابع شويه، يقولوا صحيح بيحبوا بعضنا. طب يا جماعه انتوا مخطوبين ولا حاجه؟ لا لا والله لسه مش بنحب اشرب خطوب، ما نتعرفوا على بعض الاول، خد بالك؟ ولذلك انت تعرف اللي متجوز من غير اللي متجوز، اللي متجوز عشان الكلب شويه تعرف ان لسه حب جديد. انما اللي اتجوز بينه وبين مراته كبير. ولو ركب في العربيه يقول لها ورع ولو قلت لها. يقول لما انا ما ارتفع الاجره، مع نفسه من نفسه عبود، الاجره كله مع الاستاذ، واستاذ استاذ والعربيه انا ما بيشد الجو نايم. زهقان يا جماعه، زهقان كفرتين. ده اللي بياخد مؤبد 20 سنه بيطلع يعني على 10 سنين يعني الحسن سلم وسلم. انما دي انت اكيد جامده جو خلي بالك. يعدل الله يشكرك، الله يشكرك، الله يديلك عدل يا رب. لو كانت النساء مدرسه هذه لكانت النساء على الرجال، لو كل افهمها زي كله عدل دي يعني واحده واثنين وثلاثه واربعه كانت الدنيا حلت. تعدل قبل الدولار ولا بعد الدولار؟ يا عم ده زي يبقى ما ظهرت فيها. طب انت النهارده لما تقول دار الفسق بقى وهتسمي جيت بقى النهارده مصر كلها بقت دار الايه؟ قول عيسى مع ربنا بقت دار الايه؟ يقول لها انت عاوز تجادل، تقول له يا حاجسني، يقول لها ابوك هيروح يصلي الجمعه وقول لامك هروح اجمع البنية، قول حر كده يا شيخ، وده حاجه محرمه يلا عشان الشوك يلا، ونقابل يا بنت الفلان يا عم جبن هناك، خدت بالك ولا ايه؟ ودي تبرع الكليه وجايه ومتجوزه عرفي ولا متجوزه سر زي ما بيقولوا؟ ها؟ وبعد اربع سنين يقول لها غالي اتمنى لك حياه سعيده، ودي يقول له اتمنى لك حياه سعيده، ده الفسق موجود والمكاره موجوده، ده حاجه معنى بقى اللي ربنا، يبقى نيجوا على الضغط رقم ثلاثه ده اهي، ونقول الواقع المعايش الان، ما ينفعش انك تقول في دار اسمها دار الايه؟ دار الفسق، اعمل عليه 30 اكس من اوله، هات مزيل كل افطر وامسحه خالص من الوجود، وخليني ايه؟ خليني في دار الاسلام، وخليني في دار الايه؟ الحرب او دار الكفر، وطلعني برضه بره دايره العهد والفسق والايه؟ والكلام ده كله. يبقى ده كان نوعين كده يا جماعه. احنا عملنا ايه في المحاضره بقى؟ تعالوا نجيبوا 10 كده عشان ما ننسوش. أول حاجة قلنا موقف الإسلام من الحدود الإيه؟ السياسية، وموقف الحدود الإسلامي. أول حاجة قلنا إنه عمل إيه؟ عمل ضارين، دار إسلام ودار إيه؟ واحد. حرف. بعد كده جينا على الدار عرفناها فين؟ في اللغة، ثلاث إيه؟ تعريفات. خدنا التعريف رقم كام؟ رقم ثلاثة. بعد كده جينا رايحين على إيه؟ الأدلة على أن الدار موجودة في القرآن والإيه؟ والسنة. بعد كده رحنا على دار الإسلام وعرفناه. لقينا إن الجمهور لهم تعريف، والحنفية معاهم ابو يوسف ومحمد، والحنفيه لهم ايه؟ تعريف، ورجحنا تعريف مين؟ الجمهور، لانه يتسم بالمهونه والعقليه اكثر من تعريف الحنفيه. رحنا عرفنا دار الحرب لان لها كم تعريف؟ اثنين. تعريف عند الجمهور، تعريف عند مين؟ الحنفيه اشترطوا ثلاث شروط، الجمهور نقشوا ثلاث شروط، وقوموا على الشرط الاولاني، وقوموا على الشرط الثاني والثالث. رجحنا برضه تعريف مين؟ الجمهور. بعد كده خدنا بعضنا ورحنا لمين؟ لتعريف دار العهد. بعد كده رحنا لتعريف دار الايه؟ الفسق. فاهمين كده؟ جماعه بتوع الازهر دول الثلاثه اللي ورا بعض دول كده؟ واحد اثنين ثلاثه. فاهمين انتوا؟ صح كده؟ ولا نقول ده ايه؟ ها؟ طيب كفايه كده النهارده. ايه كفايه؟ عارفين بقى هتسالوا نقول فين بقى؟ اساس تقسيم العالم الى دارين ونتائجه. عرفتوا ديت؟ يا رب تفضلوا نسينا ولا حاجه ماشي يا رب غيرت ولا تسمعيهم
برضه